انطلق حفل افتتاح الموسم الثاني من مهرجان هي الفنون شي آرت، وذلك على مسرح مركز التحرير الثقافي بالجامعة الأمريكية. جاء ذلك بحضور رئيسة المهرجان نيفين قناوي على مسرح مركز التحرير الثقافي بالجامعة الأمريكية. أشارت قناوي خلال كلمتها بحفل الافتتاح إلى أهمية هذا المهرجان، وأنه من أوائل المهرجانات الفنية في مصر التي ترتكز بشخص أساسي على فنون المرأة، وقد تقدمت بالشكر لكل القائمين على المهرجان وكذلك كل الداعمين له. أنا طبعاً بحب أغني من وأنا صغيرة، يعني أنا بحب أقول كده، في كلمة عندي كده بقولها إن الغنى ده عبارة عن كلام طالع بنغمة، فما دام بنعرف نتكلم هنعرف نغني. انا حتى وانا صغيره يعني وانا بذاكر كنت اقعد ادندن المذاكره بتاعتي وكده، وبعدين شاركت في كورالات مختلفه وفي المدرسه، وشاركت قبل كده برضو مع مدرستي، يعني كان في مسابقه بتاعه مركز الثقافي الفرنسي وكسبنا فيها. عملت كمان في خدمه تطوعيه، يعني ان الاطفال الصغيرين كنا بنعملهم اغاني ونخليهم عن السلام وعن الانسبيريشن، حاجات مختلفه من النوع ده. وكمان في فترة الكوفيد كان في حاجة لطيفة جدا، ان انا شاركت في مهرجان جلوبال اونلاين، فده كانت فرصة حلوة ان الواحد يتعرف على ناس من كل مكان في العالم ويغني معاهم بروفيشنالي. النسخة الأولى بدأت 2021. الفكرة جت من أنا بشتغل في الإدارة الثقافية، وكنت بشوف فرق نسائية كتير أو نساء عاملات في مجال الفنون مش عليهم هايلايت أو مش عليهم الضوء الكافي، فجت لي الفكرة من هنا إن أنا أعمل فيستيفال مهرجان يوفر ساحة إن المرأة تقدم فنونها عليه بشكل مكثف.